خليني اخد معايا على التليفون ايضا كاتبنا الكبير واعلامينا البارز الاستاذ حمدي رزق، برضه هنكلمه على التليفون لانه كان احد رفاق الرحله القريبين من الاستاذ وائل. بس خليني على ما نكلم استاذ حمدي لانه مهم جدا الكلام معاه، انه هقول لك على حاجه غريبه جدا. اغلب الناس اللي كانت تعرف استاذ وائل الابراشي وفي حديثنا عنه خلال العام الماضي منذ رحيله، الناس وهي بتتكلم، ودي بالنسبه لي كانت ملاحظه مهمه، محدش بيبدا الكلام بكلمه وائل الابراشي الله يرحمه. الناس بتقول مثلا ايه، وائل ربنا يمسيه بالخير، وائل ربنا يصبحه بالخير، وبعدين لحظه صمت وبعد كده كله يروح قايل الله يرحمه. طيب عايز تقول ايه؟ عايز اقول انه هو فعلا حاضر حتى وان كان غائب، حي في نفوس الكل بالفعل، حتى في احاديثهم المستمره ممكن تبقى بشكل مناسبي على حسبه او ذكرى ما او حدوته ما واحنا بنتناولها حتى وان كان غيبه الموت عن هذه الدنيا، بس هو فعلا الحديث عنه دائما دائما مصحوب بكلمات كثيره قبل كلمة الله يرحمه، وكأننا نتحدث على رجل حي وسطنا لكن هو في البيت. معنا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير وإعلامينا البارز أستاذ حمدي رزق، اتصلنا بيه بس التليفون وقع مننا، الجايات أكتر من الرايحات. هنرجع مرة تانية على الأستاذ وائل. أنا أتحدى إنك أنت ممكن تتذكر أي حوار أو أي قضية أثرها الأستاذ وائل وأثناء إثارته لهذه القضية، سواء إذا كان في هذا المبنى العريق وهذا البرنامج الكبير أو في القنوات اللي سبق واشتغل فيها أستاذ وائل، سواء إذا كانت في أون تي في أو في قناة دريم، ولا تجد الأستاذ وائل يمارس عمله الإعلامي وحواره شديد السخونة والاحتدام إلا وهو مبتسم. وكنت دايما استغرب وتساءل واساله على كده، وكان رده دايما انه يقعد يضحك يقول لك عادي يعني مش عارف. واستاذ وائل دائما مطمئن، يعني عمره ابدا ما كنت تساله على شيء الا ويطمنك طول الوقت يقول لك عادي هتعدي مفيش مشاكل. ياما والدغ لو تفتكر، ياما على غاز دق الطبول، ودايما استقباله لاي حد ايا كان الحد ده مين، يعرفه ما يعرفوش، كبير صغير الى اخره، يستقبله بالدعابه وبالضحك وبالهزار. يعني اي حد في زمايله، في اصدقائه، في الموظفين زمايلنا اللي حوالينا، طول الوقت لازم يستقبل الشخص بافيه وبضحك وبهزار ويتجاذب اطراف الحديث مع الكل. راجل كان يبدو دائما انه ذهنه رايق، الا انه الحقيقه غير قابلة للتشكيك انه ذهنه دائما كان شديد الازدحام. رجل احب مهنته، بل وصل حبه لهذه المهنة لدرجة الادمان. استاذ حمدي رزق معايا على التليفون، اهلا 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 بيك يا استاذ حمدي. اهلا بيك يا استاذ يوسف. ازاي الحال؟ كله تمام؟ ربنا يخليك. انا سامعك وانت بتتكلم عن حبيب قلبي، سامعك وانت بتتكلم عن مناقضية إعلامي كبير قوي، سامعك وانت بتتكلم عن جزء من عمري ذهب بعيدا، سامعك وانت بتتكلم عن وائل الإبراشي حبيبي الغالي، ابن أيامي، ابن عمري، أبو ضحكة كبيرة قوي واسعة، وكان شاطر قوي ومدرك قوي دوره الوطني. انت بتتكلم عن شخص في ذكراه الأولى، شخص أحب مهنته لدرجة الإدمان، وأحب بلده لدرجة العشق، وأحب ناسه لدرجة اللي بيسموه إيه؟ بيسموه الحب الكبير قوي. مصري وطني جدع وشهم، حبيب ناسه وصاحب صاحبه وفهمان ومذاكر كتاب الوطن كويس قوي،
وحافظ سطوره وحافظ نشيده وكان بيقف في العالم زي نهار. تتكلم عن إعلامي من طراز رفيع، محقق من طراز أول. إحنا الشلة بتاعتنا ديت أو المجموعة بتاعتنا في روزا اليوسف طلع منها الناس لطيفة جدا محترمة جدا، طلع منها برنميسة الألفة بتاع جيله، وطلع منها الإبراشي محقق جول جيله، وطلع منها ناس محترمة كتير جدا منهم رؤساء تحرير ومدراء تحرير ومدراء قنوات وأصحاب قنوات، لكن ظل الإبراشي متفرد بإنوال الإبراشي، علامة جودة، علامة صدقية، علامة فهمان دوره في المجتمع. ده تقديري الإبراشي. الإبراشي حالة استثنائية في جيله، وبالتالي صعب تقييمه لأن ما قدمه الإبراشي لوطنه، وهذا غير معلوم لكثير كتير قوي قوي قوي، ده رجل من رجال الوطن المصري العظيم. الله يرحمه، الله يرحمه. طيب أنا لفت نظري إن حضرتك قلت جملة إنه وائل الإبراشي ابن عمري. أستاذ حمدي. صحيح. ابن عمري هنا علشان مدة الرحلة اللي مريتوا بيها سوا منذ اللقاء في روزا اليوسف وحتى مش هقول لحظة وفاته لكن حتى الآن، ولا ابن عمري تحمل معاني أخرى؟ ابن عمري لأن عمري يقاس بالمعارك اللي خضناها. وابن عمري وابن أيامي يقاس بالتنافسية الشريفة. وابن عمري وابن أيامي يقاس بمدى المحبة اللي كانت تجمع بين القلوب الخضراء. احنا كانت قلوبنا خضراء قوي. ما عرفتش لا حقد ولا نفسنا ولا إزاحة ولا انت خدت فرصتي لا لا لا، قصة تانية. المنافسة مين ياخد الغلاف بتاع روزا اليوسف الأسبوع الجاي، مين يخطف الأنظار بتحقيق متمكن مستوثق بوثائقه بأفكاره برؤيته، مين يعمل إيه، مين يبارك للتاني على إنجازه في آخر الأسبوع. عادل حبودة الأب الروحي لهذه المنطقة الله يديله الصحة كان بيقول جملة مهمة قوي يا يوسف، بيقول احنا بنحدد أجندة الوطن الأسبوع الجاي. تخيل شباب في عمر الظهور بيحددوا أجندة الوطن في الأسبوع الجاي. احنا ما كناش بنكتب موضوعات معادة ولا مقررة ولا إعادة إنتاج ولا تفسير ولا بحث ولا تحقيق فيما هو منشور. احنا رايحين لما هو أكبر من كده، للي لم ينشر بعد. لم ينشر بعد ده كان ده التعريف بتاع عادل حمودة للصحافة. احنا بتوع الجديد، احنا بتوع المنشط، وبلغة العصر الحديث بتوع الترند، احنا بتوع الترند. كل غلاف روزا اليوسف في هذا التوقيت صح الترند. صح. هقول لك حاجة لطيفة وأرجو أن أنا أكون متذكرة جيدة. الأربع أعداد الأولى في تاريخ روزا اليوسف مع الأستاذ عادل حمودة الأب الروحي الوائل والحمدي وإبراهيم عيسى وعبد الله كمال وأسامة سلامة ومحمد جميل وطلع حسن ووائل أنديل وهناء فتحي وكل الأسماء الجميلة ديت ومحمد هاني مش ما أقدرش أنساه طبعا. ده محمد هاني ده علامة في الإنتاج التلفزيوني، ده واسطة كبير قوي، ده ورشة. وعمرو خفاجي ده غير عمرو خفاجي اللي هو فاكهة جيله يا خبر ومزاج جيله. انت بتتكلم عن اسماء كلها حدوته، زي ما كانت 86 دفعه اعلام البازغه دي مجموعه روزا اليوسف من جهه 92 دي البازغه. صح. بقول لك الاربع اعداد الاولى انا فاكرهم كويس قوي وكاني اراهم صباحا. اللي هو عمر عبد الرحمن رؤيه من قريب، حمد رزق من الحدقه في الفيوم، وراثة أو خناقة الورثة بتاعة عثمان أحمد عثمان وأسامة سلامة، مراكز الإرهاب في السودان طارق حسن الله يرحمه، الشعراوي
ورؤية منه لإبراهيم عيسى في هذا التوقيت. دي الأسماء اللي كانت موجودة ودي المعارك اللي كانت موجودة، معارك في حب الوطن وشباب مخلص، منهم من قاد لحظة ومنهم من ينتظر. أنا لما بتذكر معاك النهاردة يا يوسف وائل إبراشي، أنت أولا عملت فيها جميلة قوي، خليتنا نتكلم عن حبيبي. الحاجة التانية المهمة الجميلة اللي انت عملتها فينا كلنا، انت بتذكرنا بقيم غابت واختفت، مات انتهى، لا ما انتهاش طبعا، لا ده حالة يجب ان نتذكرها. انت عارف كأننا انا وانت دلوقتي بنقرا الفاتحة على قبر وائل إبراشي الله يرحمه. انا وانت النهاردة بنتذكر محاسن موتاكم، ودي وصية من الرسول ووصية من القرآن، اذكروا محاسن موتاكم عليه الصلاة والسلام. وائل إبراشي سطر كبير، سطر مش بيتنسي ومش بيتنهي. وائل إبراشي حالة إنسانية قبل أن يكون حالة صحفية. صحيح. والله العظيم لسه بقول لإبراهيم منصور النهاردة، أنا شفت إبراهيم منصور وأسامة، فاكر لما وائل إبراشي يقول لي بضحكته الواسعة المنصور ضيع التجربة يا حمدي، ونضحك وننبسط. حاجه بديعه جدا جدا جدا. هو دي كانت كلمته المشهوره، ضيعتنا. ضيعتنا يا فلان، اي حد داخل عليه ضيعتنا يا فلان. والله العظيم يستقبلك بصدر واسع وبعته حلوه، وهو كان شيك ولطيف وطويل كده، وتحس بالقامه والقيمه. ايوه كان حال. الله يرحمه يا رب يا رب يا رب، ويسكنه فسيح جناته يا رب. انا بحسدك يا يوسف على فكره، على بحسدك إيه؟ على وفائك. لا خالص، وبحسدك على ذاكرتك، وبحسدك على محبتك للناس. اخوكم الصغير يعني. والله يوسف اقسم بالله العظيم، انا لما قالوا لي ان انت هتكلمني عشان وائل إبراشي، انا انبسطت منك قوي. عارف ليه؟ ليه؟ انت بتتذكر اخويا وحبيبي وناسي واهلي. اديني قلت اسماء النهارده كلها 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 كده. اللي إبراشي عبد الله كمان الله يرحمه. الله يرحمه. تخيل انا بقول عليهم الله يرحمه وانا لسه عايش. شيء مؤلم، ربنا يديلك الصحة. بس ما تقولش كده، ربنا يديلك الصحة وطولة العمر والبركة في العمر والنبي كلكم أرجوكم يعني. يا رب يا يوسف يا رب، يأتي جيل بعدنا يتذكر بعض محاسننا مش كلها. هيتذكر كل حاجة كويسة، لأنه كنت دايما أقلام شديدة الأهمية، وكنت دايما يعني منحازين لحرية الفكر والتعبير ومهنية الصحافة وانحياز حقيقي للوطن. عارف أنت بتسميه إيه؟ رجل الدولة. عارف رجل الدولة ده إيه؟ إيه؟ ده ألم مسخر لهذا الوطن، ألم ينحني للنشيد ويهتف باسم مصر. أنت عارف هقول لك حاجة لطيفة؟ قول لي. أنت عارف سر الرئيس عبد الفتاح السيسي إيه؟ إيه؟ فتح يا مصر. إنها صيغة كاملة جامعة لا أحد يختلف عليها. عارف الراجل ده لما يقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ثلاثة دول؟ إيه يا عم التسليس ده؟ إيه الذكاء ده؟ إيه المحبة دي؟ مخلص يخاطب مخلصين، كريم يخاطب كرماء، طيب يخاطب طيبين، هو ده شعب مصر. عشان كده انا مصدقه لما يقول ما تقلقوش وما تخافوش باذن الله. بحب اللغه دي، وانا لغه الايمان العميق بقدره المصري العظيم. صحيح، انه صانع المعجزات. عشان كده لما بقول لك الاسماء اللي احنا اتكلمنا عنها ده كلها كانت بتؤمن بقدره المصري العظيم، وهي القدرة اللي معيشانا لحد دلوقتي، فضلا عن القدرة الإلهية والمظلة الكبيرة العظيمة. صحيح طبعا طبعا. أنت أمام حالة إعجازية مصرية، والله العظيم ما يجري في مصر معجزة بكل المقاييس، ولكن أكثرهم لا يعلمون. سوف يعلمون. وسوف يعلمون. سوف يعلمون. عارف ليه؟ ليه؟ الإخلاص 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 الإخلاص. هذا رجل مخلص يستبطن محبة عظيمة لأهله وناسه، ويطمح لمصر قد الدنيا. يا رب يكرمه، يا رب يكرمه ويكرمنا معاه. يا رب يا رب يا رب. والتحية والبقاء لله في وائل
وفتحة على روحه من حبيب لحبيب. كل وأنتم السابقون ونحن اللاحقون. أهل دار حق. أشكرك جدا يا أستاذ حمدي، شرفتنا ونورتنا بصوتك وبتليفونك.